تجربتك خلف مخود سيارة الفورميلا 1 كيف كان؟ ما أقدر أوصف لك. لازم تجرب. شعور يعني فوق الخيال. كثير أحب فورميلا 1 وأشجع الفورميلا من سنين. دائما بتفرج على الرياضة وبتفرج عليه من تي في. عمري في خيالي ما تخيلت ممكن يوم من الأيام أسوق هذه السيارة. السيارة جدا قوية. حسيت نفسي بقوتها حطلع القمر. فعلا شيء يعني إيش أشرح لك؟ هل هنشوف بنات في عالم الفورميلا قريب من المملكة العربية السعودية؟ اليوم أقول لك ممكن اليوم ممتاز. لأن الحمد لله يا رب قاعد نشوف الدولة توجهها ونشاطات الهيئة العامة للرياضة والاتحاد قاعد تشوف إن في أكثر مجهود قاعد يصير لتنمية الرياضة. جميل. ولتنمية حضور المرأة. طيب أسير ما شاء الله عليك أنت قطعتي مشوار كبير في هذا العالم. إيش الخطط الجاية؟ الخطط القريبة. نعم بإذن الله. إن شاء الله اليوم أو بكرة. جميل. حين وقت الفورميلا إي إحنا بدينا إيفنت اسمه Girls on Track. هذا هو برنامج إذا نبغى نترجم على العربي اللي هو فتيات على الحلبات. نعم. برنامج يستهدف البنات اللي ما عندهم أي خبرة في رياضة السيارات. أوكي. وحابين يكتشفوا موهبتهم. جميل. فتقدر تقول كل البنات اللي من عمر 8-18 سنة أي بنت ما عندها أي خبرة عن عالم رياضة السيارات وحابة تكتشف موهبتها هذه فرصة لها إنها تجي وتجرب تقدر تقول workshop تثقيفي. جميل. يعلمها أكثر من مهنة في عالم رياضة السيارات. من ناحية الخطط الصعيد البعيد. أيوه. زي ما أنا قلت لك مرة يهمني كثير أن نشتغل على الأكاديمية. يهمني كثير أشوف بنات سعوديات منافسين في البطولات العالمية. جميل. طبعا أنا دوري هستمر راح أدعمهم قد ما أقدر إلى آخر مشوار إن شاء الله.